مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم من كتر ما لها بسيطة وخفيفة، ما لها تايتل سكرين، بتفوت دغري على الغرفة. هي انت بمصح، اظن عايش بهذا المصح، وانت بنت عايشة بهذا المصح، وبدك تطلع منه. طبعا كل يوم تقعد تتمشى بالأوضة، بتشوف النوتس، بعدين بتروح على تختك وبتنام. لما تنام، اسم الجيم نايت مير ريبر، فلما تنام بتروح بتشوف النايت مير، بتطلع بمكان هون ومعك سلاحك. طبعا هون الويبن ويل فينا نستعمله، بيطلع معك سلاحك وبدك تحاول تصل لآخر الليفل، طبعا على طريقة اللي هي دوم وولفنستاين وهيك قصص. تمام؟ فهون ناخذ ال هاي سورد اند شيلد بلوك. حلو، هذا شو بيعمل؟ سايلنسر. اوكي، طبعا كل سلاح له تو مودز، هذا عنده بلوك واتاك، وبدك تحاول جد تشم تلم اسلحه وتشوف. هون مثلا عندك هاد، حناخده محل هاي. فهلا عندي مثلا هون فاير بولز، ليش لا؟ ايه اللعبه روج لايك، يعني حنموت اذا متنا، حنرجع نطلع بالبيس مره ثانيه، اوكي؟ اللي هي الغرفه يعني، وبس. وبترجع بتطلع مره ثانيه وبتحاول انك تصل للمرحله اللي بعدها. طبعا اذا وصلت لاخر المرحله في اشياء بتتغير بالاوضه، يعني وهيك القصه بتمشي. بس بالنسبة بشكل عام اللعبة بيسك، يعني انت هون حتجي تقاتل وحتشوف شلون بدنا نحاول نطلع من هون. حنحاول نفتح هاد، هون في عنا نار. يا حبيبي يا حبيبي، هلا هون انا فت فوتة غريبة هون. ها، ما هذا الوراء؟ عادة لما يكون في نار بيكون في هون. ناخذ هذا ال اوكي، حلو، هيك عملنا شلنا النار. طيب هيك بيكون في زر دائما جوا، بدك بس تكون تورطت اوريدي. طيب خلينا نشوف شو ممكن نعمل. هي اظن هدول، ايوه تمام هيك. حلو، هلا اللي بدنا نحاول نلاقيه هو هذا. شو هذا؟ دكتور. خلينا نشوف هون بازوكا رير، خلينا ناخذها محل واحد. كرايو مدري شو، بولتر، خلينا على البازوكا هلا. طبعا المشكلة انه ممكن الأسلحة تخلص هلا. مبدئيا عندنا البازوكا، فيك تستعملها مضرب كمان. في حدا هون؟ ايه خذ. بتأذيني تبا. حلو، كومبليت 5 راندوم ايفنتس. المهم روج لايك شوتر باختصار، يعني نشوف اذا حنلاقي شيء هون ظريف يتاخذ. ما في غير الحصى. افتحات، مع السلامة مع السلامة. ايه الاسلحة بتجيك راندوم، ما بتعرف شو ممكن يجيك يعني. وين حنوصل؟ الله اعلم. ها هيك خلصنا المرحلة. طب هلا لما تعدي بيقول لك كم سيكرت لقيت، كم من تريجر لقيت، وبيعطيك سكور. حنعمل انتر، حنيجي نقول طيب احنا تشوز وان ليفل تو وان ليفل تو كيب، كيب البازوكا والباقي حيروح، الباقي كله بينمسح. ف هيك هاي هي الجيم. حترجع هون حتلاقي الاوضه تغيرت شوي، في هون نوتات جديده. شلون كنا نفتحها هاي؟ anyway حنروح ننام مره ثانيه. كان اظن سبيس او اي لحتى بتقرا النوت مشان تشوف الستوري.
طيب هاي البازوكا معنا، خلينا نكمل ونشوف شو ممكن نوصل. المهم بس هذه هي فكرة الجيم يعني بكل بساطة. متى بترجع بتاع الأوضة بترجع بتعيد من الأول. بس اوكي دخلنا من هون. هل هو عم يعمل له بلوك؟ لا هو هذا اصلا هيك. اجى النايت مير ريبر، هذا هو السلاح العظيم الذي فيك تستعمله لحتى تدمر كل شيء. فما بعرف شو بالضبط اللي صاير هون، بس يعني في سبب انه هي بالمصح. خلص ايه حلو، صار مثل ميني بوس. واو نفتح الصندوق، افتح شوتجن. حلو فلوس. طيب يلا نفتح هاد يا حبيبي. وينو؟ ليكو ما بعرف شو صاير هون، بس رح اطلع من هون قبل ما تنتبهدل بالزيادة. شو هاد؟ سكيل تري. حلو طبعا هون فيك تجي تقول ماكس لايف، هون حنزيد اللايف، بعدين تلعب لعبة ماريو لأنه ما بعرف شو الوضع بالضبط. سوبر ماريو القديمة، بس طبعا يعني مشي لحالك. هاي الكوينز. ناخذ هذا اول. اي منيح اللي ما بيخليني موت يعني، او بيطلعني منها اللي عم يخليني اكمل. نعمل هيك نرجع نطلع، هذا هون هذا هون هذا هون، ونروح وين العلم؟ عليك الباب 200 مونوس جولد. ايه فممكن نجي هون كمان نعمل ابجريد تاني، لايف اكسترا لايف ووك سبيد وهكذا، هيك بتعمل ابجريدز. فالمهم يعني في اشياء هيك الواحد يستكشفها الجيم. ما بعرف كيف بدي اوصل، بس المهم هاي هي نايت مير ريبر. لعبة روج لايك غريبة شوي، واضح انه اللي عاملها عنده مشاكل نفسية، وانت اصلا عم تلعب شخصية في عندها مشاكل نفسية، فيعني المشاكل النفسية ماشي الحال. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، وشوفكم بعدين. سلام.